thunderforce.com. تشيلسي الذي حضر اليوم بتشكيلة تضم كابايرو في الحراسة وانطلق على الجهة اليمنى عن طريق موزيس يتوغل والكرة في الركن على الجهة اليمنى في اتجاه موزيس خطيرة كرة في الركن مرفوعة بالراس سهلة الكرة بالنسبة لسيمون مينيولي الذي يحرس مرمى اليوم فريق ليفربول في مكان عن طريق اللاعب تسديدة من كيتا نبي كيتا اللاعب الغيني قادم من الدوري الالماني من لعيب الكرواتي ممتازه يلعبها لباركلي وساديو ماني الشاكيري ضاعت مجددا وتسترجع عن طريق ايمرسون اللاعب البرازيلي قادم كاسبيريكويتا وصلت الكره توزيع ارضيه والتغطيه من لوفرن عن مباراه تشيلسي وانطلق من هنالك عن طريق اللاعب موزيس خطا يصفر حكم المباراه من البرتو مورينو امام فيكتور موزيس عندما يكون متحرر نيولي ويليان يسدد ولكن عاليه بعيده تماما راحت ضربه مرمى يقول حكم المباراه 8 دقائق لعب مشاهدي الافاضل لمن التحق بنا الان نحن معكم متى كيتا والكره الممتازه لشاكيري وبابا رائعه الملاوم مع مينر صعب الكره هذه شاكيري وصلت كيتا وانطلق ساديو ماني مقابل صفر ليفربول تشيلسي نال الكرة من نبي كيتا داخل منطقة العمليات كاد يخطفها هذه الكرة في الكرة باركلي استلم الكرة باركلي والتسديدة مرت محاولة التسديد من بعيد من روس باركلي شوف هنا ساديو ماني كيتا ما زال السنغالي دراح وفي خطأ تبقى ويليون كرة لباركلي يلعب على الجهة اليمنى فيكتور موزيس كرة خطيرة لصالح ليفربول وكريستنسن رائع في التغطية من أمام شاكيري يفضل الكرة في الرجل على طول وليس هكذا يجري خلفها محمد صلاح أيوة شوف التنظيم الرائع لعناصر تشيلسي في منطقتهم ومورينو في وضع التسلل طبعا تنظيم على الطريقة الإيطالية في وجود ماوريزيو ساري وكانتي وكوفاتشيتش وباكلي وفابينيو وفابريغاس واذا كان لازم اثنين اخرين اثنين يكون باكلي وصلت موراتا ماهوش متسلل كره خطيره موراتا رائعه الفارو موراتا كان رائع وكذلك فاتي الكره تشيلسي افضل بكثير دخل البرازيلي راح ايمرسون وميلنر يخطئ وتلقى البطاقه الصفراء الاولى في المباراه يقول حكم المباراه بعد هذا التدخل من امام حاول ليبعد الخطر هل كان متسللا الفارو موراتا نعم في تقدير حكم المباراه يرجع للخلف التسديده ما زال استوريج والدفاع ليفربول تكفيهم هربه واحده تكفيهم كره واحده تكفيهم باكلي من امام اللاعب كيتا باكلي وصل كرته لم تمر في انتظار جا مينير والكره البعيده من مينير لساديو ماني متسلل ام لا لم تسلل ويليون في المراوغه ويليون بابا رائع وشاكيري كره سريعه لليفربول كلاين والارضيه ماني لانه كان معزول فاستفاد من تماس بعد عودة ألبرتو موري من دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل ما زال التعادل صفر مقابل صفر الوسط وانطلاقة سريعة عن طريق كوفاتشيتش والحكم يقول خطأ بطاقة صفراء لجوال ماتيب من تحت الجانب البدني يصنع الفارق بشكل كبير في لعبة كرة القدم البنية والطاقة والريتم والسرعة زايد المهارة كلها تصنع الفارق في وقت يبقى ساديو ماني ساقط على ارضيه الميدان بعد احتكاكه منذ حين باحد لاعبي وموزيس يتفوق الحكم يقول ضربه مرمى شفتوا القوه البدنيه واللياقه كيف تصنع الفارق انا متاكد بان البرتو مورينو ستوريج راح ستوريج كره ممتازه وخطيره وكريستنسن من امام شاكيري ستوريج كيتا كره خطيره كيتا يتلعب حتى في وسط الميدان شوف هنا الاعاده مم.
للغين موزيس يوزع كرة خطيرة وماتيب ويليان وبابا على الجهة اليمنى كلاين مع إيمرسون كرة صعبة كلاين وكريستنسن على الجهة اليسرى ساديو ماني وين ساديو ماني ومن هنالك توزيعة رائعة وكابايرو يستلم هذه الكرة بعد 36 دقيقة لعب مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الأول تشيلسي فابريغوس وسهل الكرة هذه لسيمون مينيولي كيت على جهة اليسرى يتوغل جول كابايرو كاد يفعل الغيني الصغير ويسجل أول أهداف المباراة لصالح فريق ليفربول استلمها على الجهة اليسرى وسددها في الجهة اليسرى المراوغة شاكيري با 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 مرة أخرى الأرجنتيني ويلي كابايرو ينقذ تشيلسي شاكيري حطها لساديو ماني سرعة فائقة تمريرة أولى جلبنا كلاين لشاكيري وكريستنسن والكرة ركنية الحكم المباراة لصالح جدا شاكيري العقب التغطية الدفاعية ما زالت عند مورينو وسهلة لكيو توزيع فابريغاس لا لا يا فابينيو لما دخلت لها كيتا شاكيري ما زال شاكيري ولكنها بعيدة تردد شاكيري بين التمرير والتسديد ففضل يسدد المباراة تعاد كرة خطيرة هيستوريج قلت مباراة الكأس كانت تعاد على أرضية ميدان الفريق الضيف الآن ليس هناك حتى وقت إضافي نلعب مباشرة ضربات الترجيح والانطلاقة من جاتس بيليكويتا على جهة اليمنى جيزار جاء المقابلة سيمون مينيولي أنقذ كرة واحدة كانت صعبة الحكم هنا مقابلة سيمون مينيولي خطأ فادح با 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 جالة يا استوري جا ماذا ضيعت ستدفع ثمن غالي ما دمت لم تسجل هذا الهدف لو سجلتها كنت تكسر زال ويليونو موراتا رائع الكرة هذه من ويليان فيتي في المراوغة إيمرسون ويليان بابا خطيرة ماتيب فابينيو مجددا الكرة العرضية وين يا فابينيو وين يا فابينيو تشيلسي جيمس مينر كرة بعيدة وسهلة لكابايرو كرات مثل هذه بابا خطيرة مورينو ستوريج يا ماتيب ماذا تفعل بابا خطيرة جول خطأ آخر في الدفاع كاد يفعل ساديو ماني الدقيقة لم تعمل ولا شيء سوى الفرص بالراس ومرت جانبية أو مرت فوق العارضة حكم ماذا قال دان لوبرن قال ركنية انتعش فريق ليفربول لما ينتعش فريق ليفربول تنتعش الجماهير وتصبح المباراة أحلى كل مرة نعم إيدن هازارد يستنجد به الآن في هذه اللحظات إيدن هازارد مع فريق تشيلسي هذا العام ينافس على اللقب خطأ آخر ما أدري فابينيو كرة من هنالك لساديو ماني يبحث عن ستوريج كرة بينية وصلت كيتا بابا بابا مازال وجول هذا هو ليفربول يتمكن دانيال ستوريج من تسجيل هدف بضربة مقصية كرة في العمق من ساديو ماني في اتجاه كايتا كابايرو تألق وستوريج تألق في الزاوية في القائمة الثانية يسجل جول شوف اللعبة كم كانت رائعة من هنالك ساديو ماني لكايتا دخل كايتا سدد كابايرو صد وستوريج بوم جول حطالو بيسرى هدف أول لفريق ليفربول الذي انتعش في بداية قوية في انتظار الدخول كايتا الكرة في العمق خطيرة خطيرة خرجت أم لا الحكم ماذا قال ضربة مرمى من احتجاجات الجماهير تفهم بأنها ضربة مرمى وليست ركنية لساديو ماني ليفربول ساديو ماني يخرج الآن ويدخل فيرمينو فابريغاس موراتا إيدن هازارد موراتا خطأ أو وضع التسلل يقول حكم المباراة لدفاع فريق ليفربول
من قبل أن الخطأ لا يستحق. كرة بالرأس وجول جول جول. إيميرسون يعدل النتيجة لتشيلسي. وين داخل هذا المناصر؟ وين تعديل النتيجة في الدقيقة 79؟ 11 دقيقة قبل نهاية المباراة يتمكن البرازيلي. يا 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 يعني تفرح وتنتظر وتغضب وتزعل وتنتظر. طالة يصل الأمر إلى غاية دقيقة أو ما زال. هازارد إلى وغازارد يدخل. با 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 جول. با 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 فعلها البلجيكي إيدن هازارد بأعجوبة يفعل بليفربول العجب. استلمها سلمها.